رجل عظيم، وهو رجل من أبناء الشعب العاديين، يعني ما هوش من أسرة برجوازية ولا هو من أسرة مترفة. ما إلا عليه، ما إلا عليه شخصية ثاني مرة يعني. وكان لكن عمه يعني أبو زوجته، هذا ما يعطيهوش الحق لأنه يعتبر نفسه من أقيال اليمن. الثاني نائب رئيس الجمهورية الآن يقوم بأعمال رئيس الجمهورية، هو رئيس المؤتمر الشعبي وهو رئيس الجمهورية، وهو أيضا يعني نائب رئيس الجمهورية، وهو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. والكلام الذي يقال من أمثال القباطي إن عيال الرئيس، إنه من الرئيس أحمد علي عبد الله صالح، هذا رجل يعني لا يوازي فعلا، يعني أي هو رجل يبارك الحوار السياسي، رجل يأتمر بأمر النائب، رجل يعني لا يجب فعلا أن نسيء إلى الناس. هذا درس إلى أعلى المستويات في الولايات المتحدة الأمريكية وعاش المجتمعات المدنية، ورجل حضاري بكل ما تعنيه الكلمة. ونائب رئيس الجمهورية هو الآن يعني مخول كافة الصلاحيات ويقوم بهذا العمل، لكن الحديث عن نقل السلطة في هذه الظروف رفضه الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقال هذا ليس من أخلاقيات المملكة العربية السعودية، ورفضه. ولا يمكن لعلي عبد الله صالح الرجل الذي يعتز بنفسه وبتاريخه وبالشعب اليمني أن يقبله وهو على 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 فراش المرض. لكن لأنه هناك تعرض لمؤامرة، ومؤامرة خسيسة قام بها ناس لا يحترم إسلام ولا يحترم عقيدة ولا يحترم شعب ولا يحترم وطن ولا يحترم حتى القيم المقدسة. يعني أنا أعود فأقول بأن نائب رئيس الجمهورية رجل يتمتع بكافة الصلاحيات، وكلمته في غياب الرئيس علي عبد الله صالح هي النافذة، لكنه لا يفكر بعقلية محمد القباطي، يعني الرجل مريض وأنا ألقط السلطة وأروح البيت. يا أخي هذا كلام ما له عند عبد الرب منصور هادي، يعني عنده قيام وعنده أخلاق وعنده مواقف يعني يحترم الناس كلهم عليها، وهو فعلا يقوم بدور كبير يعني في يعني ما فيش حاجة اسمها فراغ السلطة. الآن فراغ السلطة ما هوش موجود، لأن نائب رئيس الجمهورية هو يغطي هذا الفراغ ويعمل بثقة متبادلة وبتكامل مع كل الهيئات والمؤسسات. وأكدت اليمن بأنها دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص ولا قبائل. صحيح القبائل حاولت أنها تحرك حروب، لكن الدولة يد الدولة هي التي أوقفت هذه الحروب. عظيم. وهي يد الدولة هي توقف أي حرب. في زنجبار نحن نخوض حرب ليست جديدة مع القاعدة، وسننتظر بإذن الله في القريب العاجل. معي الأستاذ محمد البيشي مستشار وزير التربية في اليمن. مساء الخير أستاذ محمد. فتح عفوا استاذ مرسي، مساء الخير استاذي القدير. تفضل. فتح محمد البيشي. تفضل. بحيي ضيوفك الكرام المناضل القدير عبد الجندي والاستاذ الدكتور محمد عبد المجيد خريج جامعه كامبريدج. نعم تفضل. واتمنى من الجميع ان يكون مصلحه اليمن فوق كل اعتبار. نعم واصل. سؤالي موجه للدكتور محمد عبد المجيد. نعم تفضل. هل شعر الدكتور محمد عبد المجيد خلال 15 عام او 20 عام من عمر الوحده اليمنيه بالظلم؟ واصل طف التلفزيون تكلم على طول. هل ظلم محمد عبد المجيد سؤالي في عهد علي عبد الله صالح؟ شكرا جزيلا. تفضل استاذ عبد. السؤال كان موجه لي يا اخي الجبلي. لا السؤال السؤال عبد المجيد. انا السؤال نعم هل ظلم؟ اي ألا أقول السؤال لي أنا مش لعبد الجندي. السؤال لي أنا السؤال لعبد المجيد. كان محمد عبد المجيد القباطي يعني السؤال لي هو أنا مش لا يا أخ مرسي فخامة الأخ رئيس الجمهورية، واليوم يضع نفسه بأنه الأبعد. لم نكن نحن نساوي يعني يا أخ مرسي. سؤال لأستاذ عبد المجيد. السؤال لأستاذ عبد المجيد.
تفضل. السؤال موجه لي اخ مرسيل. نعم ايوه. السؤال هل انا ظلمت؟ نعم انا اجيب علي انا ظلمت كشخص. انا ما اجيب علي نيابه عنك. لا لا, لا السؤال موجه لي اخ عبده وانت سمعت السائل يعني, والسائل سال امام الناس كلهم. خلينا احنا ما نخلطش اوراق. انا عارف هذه الاساليب كلها. انا درستكم وعرفتكم. انا احترمك يا اخواتي واقدرك واعزك. مع ايوه تحترمنا. انا مش من اسره انا يعني. ليش انا رحت ادرس بيروت في في مد... وفي فيكتوريا كوليدج وفي يعني داخل على حساب مين يا عزيزي؟ معلش على كل حال. شوف ما بوش واحد انا ماشي. السؤال هو شخصي لكن حجيب عليه يا اخ مرسيل. تفضل. هذا قرار قبل ما اطلع انا الى بيروت. هذا قرار الامين العام للمؤتمر الشعبي العام قبل ما اروح سفير. هذا الرئيس المؤتمر رئيس اللجنه السياسيه العليا في المؤتمر الشعبي الاخ الدكتور عبد الكريم الارياني. انا نائب كنت شايف هذا الوزراء كلهم, عبد بورجي, ابو بكر القربي, عبد الله غانم, محمد الطيب, كل هؤلاء كانوا تحتي انا تمام. وانا كنت نائب الرئيس وترأس الاجتماع. يا رجل اتق الله. لا تكذب هذا القرار ظهر موقع عليه عبد الكريم الارياني. اتق الله يا قباطي. انت رئيس دائره ورئيس الدائره عاد ماش حتى بدرجه وكيل وزاره يا عزيزي. طيب هذا قرار يا عزيزي. انا ذا هنا موقع على الامين العام, ذا موقع عليه الدكتور عبد الكريم الارياني يا اخ. انا كنت نائب وزير. انت عاد كنت بان فراش. اسمع بس يا خلينا اجاوب. انت كنت يعني مستشار في مجلس مرسيل. حتضبط الجلسه ولا يا اخي؟ عم بضبطها بس انت عم ترجع تدخل الامور للجانب الشخصي يا استاذ عبد الله. لا 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 سالني الرجل. انا يعني هو اللي بيتقاطع. انا اقول لك هذا توقيع يا استاذ عبد المجيد. انا عم باخذ الحلقه باتجاه سياسي وانتم عم بتروحوا باتجاه شخصي. انا عم بسالك بالسياسي. لا ما السؤال موجه لي هل ظلمت. طيب جاوبت. كان المفروض تقول لنا السؤال شخصي. لا لا سؤال حق طبيعي يسأله. هو الشخص اللي سأل يا أخ مرسيل. نعم. قال يا دكتور قباطي هل ظلمت؟ أنا لم أظلم كشخص. عظيم. اللي ظلم الموقع. أنا كنت نائب رئيس اللجنة السياسية العليا. هذا قرار ذا وقرار عظيم. قرار داخلي. طيب تمام. لحظة خلينا أكمل. وهذا الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي يقول هنا, هذه لصحيفة أخبار اليوم الإماراتية, تعيين الدكتور قباطي سفيرا في بيروت لا يستهدف إبعاده. يعني هذا النفي في هذا النفي في سبيل التأكيد. فأنا كنت موقعي كشخص, لا أنا كنت داخل وأعرف تفاصيل. هذا توقيعي هنا, هذه وثيقة الانتخابات تبع 2003 اتفاق المبادئ. وهنا وهذا توقيع الدكتور عبد الكريم والزنداني وعبد الوهاب محمود سيف صايل وعبد الميت المخلافي, وهذا توقيعي أنا. فأنا كشخص لا يهمنا. لكن عندما أصر الناس اللي مثل عبد الجندي في 2003 وهو كان يعرف هذه التفاصيل, هو كان يمثل حينها الحزب الديمقراطي الناصري, عندما أصريت أنا على أنه لا يجب أن ننتقل من الأغلبية المريحة إلى الأغلبية الكاسحة, طردت من داخل اليمن. لأنه حينها المؤتمر الشعبي بدل ما يأخذ 160 مقعد راح أخذ 240 مقعد. والأخ عبد الوهاب محمود شاهد الآن. شكراً. وهو كان حليف الأخ عبد الجندي عندما قلنا لهم يا جماعة أنتم باين ما تشتوش 301 مقعد في البرلمان. شكراً أستاذ عبد المجيد. يعني شكراً أستاذ عبد المجيد. فبالتالي أنا كشخص لم أظلم. أستاذ عبد الجندي. أنا